إيمانا بقدرات الشباب وأفكارهم الخلاقة، انطلقت النسخة الثالثة لفعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال بمشاركة 5000 شاب وشابة. خبرات متنوعة وتجارب محفزة لشباب أصبح له بصمة واضحة في مجال المال والأعمال، فبات اليوم نموذجا إيجابيا لراغبي الدخول في عالم التجارة. تلك التجارب تم استعراضها خلال انطلاق فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال بمشاركة 5000 شاب وشابة في نسخته الثالثة. مجموعة من الورش، يمكن 14 ورش، ونبتدأ بهذه الندوة واللي الحمد لله استطعنا نستقطب فوق 30 متحدث من جميع أنحاء العالم، سواء كان من شركات محلية أو عالمية. الحمد لله الندوات والفعاليات قاعدة تكبر، وإن شاركت معنا شركات عالمية من أمريكا ومن روسيا، وأمريكا وروسيا وبريطانيا وأيضا الكويت. وأيضا ركزنا على أسلوب نمط الحياة الحديث، شلون إن الإنسان ممكن يبدأ عمله ومشروعه يكون صديق للبيئة مع الحفاظ على نمط حياة جيد يحافظ على صحته فيه. هذا الحدث السنوي والذي حمل هذا العام شعار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليتناغم مع الأهداف 17 والمندرجة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويكون في ذات الوقت فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتمازجها في صورة حضارية ثقافية تجمع عددا من رواد الأعمال من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، لتعريف شباب البحرين بالمشاريع والتجارب الرائدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم. طبعا كذي مؤتمرات تساعد أن رواد الأعمال ينقلون تجاربهم، بحيث أن الناس كلها تستفيد من تجارب اللي رواد الأعمال أوردي مروا فيها، فيصير أنه يقطع الشوط بدال لا يصير الشوط أنه يمر بالعقبات والمشاكل اللي كل رائد عمل مر فيها، يكون ممكن أنه يختصر بعض المسافات، وفضل الله إن شاء الله ممكن ينجح بشكل أسرع. جايين هالمؤتمر أساس أن نستعرض تجربتي بالبحرين ونفيد الشباب كثر ما نقدر أن ننقل التجربة هذه. اليوم أنا مشاركة في الملتقى رواد الأعمال في المنامة، وحاضرين إحنا هني عشان نكتسب خبرة من الناس اللي قدموا أعمال في البحرين، وإن شاء الله نستفيد منهم. شباب متحمس وقصص نجاح يتم استعراضها على مدار أسبوع كامل، ومن المؤمل أن تحفز الشباب نحو إطلاق مشاريعهم وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا قادرين على خوض مجال ريادة الأعمال حسب معايير الجودة العالمية. أسبوع المنامة لريادة الأعمال منصة مثالية تعمل على إلهام رواد الأعمال من الشباب بالأفكار الخلاقة لإطلاق مشاريعهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق كل ما يصبون إليه من خلال ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس. خولة القرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.